ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم اخوكم محمد مسعد من قناة انتي هاك. اليوم معانا بديل قوي جدا لموقع دي اي دي والجعل الصورة تتكلم بالذكاء الاصطناعي، وبديل مجاني بالكامل زي ما طلبتم بالظبط. ايوه مجاني بالكامل، يعني تقدر تعمل عدد لا نهائي من الفيديوهات. خليك معانا لاخر دقيقة في الفيديو علشان تحصل على نتيجة مبهرة جدا، وخلونا نروح على الشرح على طول. بس قبل اي حاجة انزل اعمل لنا لايك واشترك في القناة. خلاص يا شباب هانت، قربنا على 1000 مشترك، فرجاء انزل اشترك في القناة. خلونا نروح على الشرح، وهسيب لك الرابط في اول كومنت، وهيكون عن طريق موقع جوجل جولاب. هتقول لي بس جودة الفيديو هتكون ضعيفة، هقول لك اصبر وشوف النتيجة معايا في اخر الفيديو. وخلونا نبدأ. لازم تكون مجهز صورة ومقطع صوت. بالنسبة لمقطع الصوت هيكون عن طريق موقع 11 لاب، واحنا شرحناه قبل كده بالتفصيل الممل. انا مش هشرح الموقع تاني عشان ما اطولش مده الفيديو. انا جهزت مقطع الصوت وعملت له جنريت وحملت مقطع الصوت على الجهاز عندي. اما بخصوص الصوره هيكون في تعديل بسيط جدا، وهو ان احنا هنختار ابعاد الصوره 512×512، مش هغير في اي حاجه تانيه، وهقول له جنريت. الصورة دي عجباني، هعملها تحميل. وكده انا جهزت الصورة وجهزت مقطع الصوت. هروح على الرابط اللي هسيبه لك في اول كومنت. الموقع هيفتح معايا بالشكل ده. هروح على الخطوة الاولى واضغط رن. الخطوة الاولى خلصت، اروح على الخطوة الثانية من هنا واختار الصورة اللي انا انشأتها. الخطوة الثانية خلصت، هروح على الخطوة الثالثة واضغط هنا رن. الخطوة الثالثة خلصت، خدت معايا حوالي دقيقتين، اروح على الخطوة اللي بعدها. انتهت الخطوة الرابعة، اروح على الخطوة الخامسة وهي رفع مقطع الصوت. اختار من هنا مقطع الصوت بتاعي. الخطوة الخامسة خلصت معايا، اروح على الخطوة السادسة. تم الانتهاء من الخطوة السادسة، هروح على الخطوة السابعة. ودي النتيجة بتاعتنا. بضغط هنا ضغطة واحدة وحمل مقطع الفيديو. خلصنا كده، ودي النتيجة النهائية. طبعا زي ما انتم عارفين جودة الفيديو هتكون ضعيفة. الحل هيكون في البرنامج اللي هقولك عليه. هنروح على برنامج اسمه كاب كات، والبرنامج ده مجاني، نزله على الكمبيوتر وعلى الموبايل. بعد تحميل البرنامج هنسطبه ونفتح البرنامج، هيكون معانا بالشكل ده. هنروح ونعمل مشروع جديد. انا هشرح طريقتين. الطريقة الاولانية في حالة انا عندي مقطع فيديو عاوز اعلق عليه او اشرح عليه بصوتي، والطريقة التانية ما عنديش مقطع فيديو ولكن عندي بعض الصور، ازاي اعمل منهم مقطع فيديو وعلق عليه بصوتي. بالنسبة للطريقة الاولى هنروح على امبورت من هنا ونضيف ملفات المشروع، الفيديو اللي هعلق عليه والفيديو اللي انا عملته وبتكلم فيه. كده انا عندي فيديوهين، ده الفيديو اللي انا عايز اعلق عليه او اشرح عليه، وده الفيديو اللي انا بتكلم فيه. بضغط ضغطة واحدة على الفيديو الاولاني واسحبه واحطه هنا. بعد كده هضغط كليك يمين عليه واقول له اكستراكت اوديو، في حال اذا كان مقطع الفيديو ده فيه صوت، باجي على مقطع الصوت واعمل له ديليت. بعد كده بروح ضغطة واحدة على الفيديو اللي انا بتكلم فيه واسحبه واحطه هنا بالشكل ده. طيب اتأكد ان انا ضاغط على الفيديو اللي انا بتكلم فيه واصغر الصورة شوية. بعد كده هروح على كلمة ماسك من هنا، اضغط عليها ضغطة واحدة واروح اختار الشكل الدائري ده. بعد كده اغير الابعاد اللي تناسب معايا الصورة واصغر الصورة زي ما انا عايز وانقلها في المكان اللي انا عايزه. افترض ان انا عايزها في المكان ده مثلا. بعد كده بضغط ضغطة واحدة هنا عشان اعمل معينة، انزلها شوية لو عايز تعديل. تمام كده. وعلشان اضيف شكل جمالي بضغط هنا، بروح اضغط على امبورت واضيف اطار ذهبي. بضغط ضغطة واحدة على الاطار الذهبي واسحب واخليه اول حاجة فوق. هروح من هنا واكبر المشروع بتاعي شوية. بعد كده ده بداية المشروع، هسحب اسحب واخلي الفيديوهين قد بعض، واجي من هنا الفيديو ده هيبقى كبير. باجي هنا من الايقونة دي اضغط ضغطة واحدة ومسحت الجزء الزيادة. كده الفيديو كله بتاعنا قد بعضه. طيب روح اضغط ضغطة واحدة على الإطار واصغره شوية واسحب واخليه مناسب الصورة.
نعمل معينة ونشوف. عايز صغر شوية كمان. تمام كده بقى جميل جدا. طيب انا كده خلصت، اروح من على اكسبورت واعمل اكسبورت للمشروع واحفظه، وبكده انا خلصت الطريقة الاولى. بالنسبة للطريقة التانية، وهي ان انا مش هيكون عندي مقطع فيديو، انا همسح مقطع الفيديو ده. هنعمل نفس الخطوات بالظبط، بس المرة دي هيبقى في صور. انا هضيف بعض الصور، هاجي من امبورت ونضيف بعض الصور، الصورة دي مثلا، ضفت الثلاث صور، اسحب الثلاث صور واحطهم هنا. طيب لو انا خدت بالي ان الصور المشروع بتاعي اكبر منها، هضغط ضغطة واحدة على كل صورة، اسحب شوية كده واسحب شوية كده، وخلاص كده الثلاث صور. لو عايز برضو اكبر شوية، طيب كده خلاص الثلاث صور قد بعض والمشروع قد بعضه، كده المشروع كله وقت واحد. طيب لو عايز برضو اضيف شكل جمالي شوية، باجي من هنا وهضيف بعض التأثيرات في التنقل بين الصور. هضغط ضغطة واحدة هنا، اضغط ضغطة على التأثير اللي انا عايزه واسحبه واحطه هنا، اقول اوكي. تمام كده، واروح اعمل اكسبورت ونعمل سيف للمشروع. انا هسيف المشروع بتاعي لواحد ثلاثة مثلا، واحدد المكان اللي هحفظه فيه واعمل له اكسبورت. نشوف النتيجة مع بعض. الدكتور نجيب ميخائيل محفوظ، الشهير بنجيب باشا محفوظ، هو طبيب مصري ولد سنة 1882 في مدينة المنصورة. كان الدكتور نجيب محفوظ رائدا في مجال طب النساء والولادة في مصر والعالم العربي والعالم الغربي. وبكده تقدر تعمل عدد لا نهائي من الفيديوهات اللي بتتكلم فيها وتعلق عليها في الصور اللي انت عايزها وبدون اي حدود. موضوع الجودة كمان اتحل. وبكده تكون حلقة اليوم انتهت. أتمنى أكون أفدتك ولو بمعلومة بسيطة. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، وسلام.